أنا أبو مدينة إسماعيل، شاب عمري 34 سنة، صاحب مشتلة للنباتات. أكثر متخصص في النباتات العطرية طبية. مثلا نبات الأوليفيرا، جال أوليفيرا، هذا جال بزاف بزاف مليح، متخصص حب الشباب، الإكزيما، الطفحات الجلدية. كليل الجبل هو نبتة مليحة بزاف الأمورات المعدة، وفيما يخص الأمعاء، خاصة آلام الأمعاء وآلام المعدة. الفيجل كاين الفيجل الحر والفيجل البري. هو الفيجل البري هو المناسب جدا للزراعة وسهل زراعته، وهو استخلص منه يعني زيوت والعطور كذلك. استعمال الزيوت تاعها واستعمالها أيضا كزينة، يعني كزينة زينة للبيوت، واستعمال الجهتين. نقصلها على ماكسيموم. مهنة سهلة للإنسان اللي يحبها، يعني طبعا هي الإنسان اللي يحبها، وهي أي مهنة يعني تحبها راهي تكون لك تحدي، ويكون تكون لك سهلة، يعني تشوف العراقيل تشوفهم كأنهم تحديات. مشروع هذا راهو في طور الدراسة يعني، ورانا بزاف نديرو فيه تكوينات عليه. إن شاء الله يكون عندنا مصنع مختص في الأمورات هادو، في الزيوت الطيارة وزيوت نباتات العطرية.